هذا الشوط بجدارة راهية، قطعت المسافة في 3 دقائق وثانية وثمانية أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس مشاهدي الأعزاء لمالك راهية بن سالمين، هزاع بن سعيد بن سالمين، المركز الثاني. الثانية 3 دقائق و21 ثانية، 8 أجزاء من الثانية. هذه متعبة، سالم بن العبد بن ذياب الوهيبي، 3 دقائق ثانية و6 أجزاء من الثانية. المركز الثالث 3 دقائق و2 ثانية، 4 أجزاء من الثانية. حظت بالمركز الثالث الظبي المحمد بن عتيج بالعرطي الحميري. هكذا كانت النتيجة. التواصل يستمر، الأشواط تتوالى بالانطلاق على ميدان المرموم، ميدان دستور، الميدان الخاص بهذا السن بالذات، سن الحقائق الذي تنطلق فيه هذه الأسماء وهذه الانطلاقات. انطلقنا مع الشوط الثاني والعشرين في انطلاقات صباحي هذا اليوم ضمن أشواط الإنتاج والمنتجين، لنتواصل مع هذا الشوط ومع الأبكار التي تندفع في هذا الشوط أو الجعدان. الجعدان نعم، هذا الشوط خاص بالجعدان الحقائق. ننطلق مع المراكز الأولى، نسير مع هذا الانطلاق. رعد عبد العزيز بن يمعة بن مبارك الحبابي يسيطر على الجعدان ويتقدمهن، ولكن الملاحقة واردة، المنافسات مشروعة للكل، التنافس في هذا الانطلاق. هناك أسمر يأتي في هذه اللحظات، أحمد بن عيلان بن بخيت بن كراز يتقدم في المركز الثاني. المركز الثالث، الثالث جمران عوض بن نصيب بن عتيج السبوسي على المركز الثالث. المركز الرابع، أشوف المركز الرابع، هذا تواصل مصيحان لراشد بن بطي بن سعيد بن سلمة المنصوري، ووصل في هذه اللحظات. نايف 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 تقدم، سعيد بن محمد بن حمد العويسي يأتي بهذا الانطلاق. والمركز المركز الخامس، مايهاب محمود بن حبيب بن محمد الرضا في هذه الانطلاقات. نعود خلاص مع المراكز الأولى، مع 600 متر الأخيرة في شوط الجعدان في الانتاج والمنتجين. نشوف لمن هذا الشوط. أسمر يا أسمر يا أسمر، أسمر على المقدمة بفارق راس، أحمد بن عيلان بن كراز يتقدم، ولكن يتحرك نايف نايف نايف. سعيد بن محمد بن حمد العويسي يأتي بالمركز الأول، يتقدم كعوايدة، ينفرد بالمقدمة، يأتي في الأمتار الأخيرة. ولكن نشوف مجد اللي في المركز الثاني، سالم بالدقاش العامري، والميتين متر الأخيرة، الميتين متر الأخيرة. نايف يا نايف يا نايف، إلى أهالي جعلان، إلى أهالي جعلان، إلى هذا الانطلاق. سعيد بن محمد بن حمد العويسي، تهانينا والناموس على هذا الفوز، على فوز نايف واداه الجميل. بينما المركز الثاني مجد لسالم بالدقاش بن محمد العامري، المركز الثالث من وصل فيه اسمر لاحمد بن عيلان بن بخيت بن كراز السبوسي، المركز الرابع من وصل فيه هذا اللي وصل الخرب
عبد العزيز بن سعيد بن مصبح القايدي والمركز الخامس، خامس المراكز عجيب لسعيد بن مطر بن محمد الرميثي. نعود ونحمل السلامات لأهالي السلطنة من المرموم بهذا الأداء الجميل. ثلاث دقائق وثانية بالوفاء والتمام، ونزف التهنية لسعيد بن محمد بن حمد العويسي على فوز نايف بالمركز الأول وأداءه الجميل، بينما المركز الثاني مجد قطع المسافة في ثلاث دقائق وثانيتين وثمانية أجزاء من الثانية. مالك نج سالم بن دغاش بن محمد العامري المركز الثالث، ثالث المراكز هذا من وصل في ثلاث دقائق أربع ثواني تسعة أجزاء من الثانية. من تقدم أسمر لأحمد بن عيلان بن بخيت بن كراز السبوسي. هكذا كانت نتيجة هذا الشوط، تهانينا للجميع.